مشاهدينا بدي احييكم وين ما كنتوا، يمكن عم بتتابعوا الحل عنا هلا، ولكن اليوم كمان عم بتتابعوا شو رح تعمل الحكومه بموضوع النفايات. وبالتالي كلنا بنعرف الكوستا برافا لن يكون مفتوحا لكل المناطق اللي كانت تحط فيه باستثناء المتن الجنوبي ومش كله كمان، وبالوقت ذاته شو رح يصير كمان بمكب الدوره او برج حمود يلي اليوم رئيس الحكومه سعد الحريري بالسراي الحكومي عنده اجتماعين بعد الظهر، اول بموضوع الكوستا برافا وبموضوع طبعا المتن الدوره، وموضوع تاني موضوع الكسارات، لانه هلا الكسارات كلنا بنعرف كلها موقفه وهيدي كثير عم بتاثر على الاشغال يلي عم بتصير ان كانت طرقات. ما بدي اقول لكم بنا لانه البنا بس فقط محصور بالناس، بس مش محصور بقى بالبنايات لانه كل شيء واقف كقطاع. اما بالنسبه للنفايات كيف ما برمنا بلبنان بنلاقي في ازمه، بصغرتا في ازمه، باهدن في ازمه، ببيروت وضواحيها في ازمه، بجبل لبنان ككل في ازمه، ولكن اي حل سيطرح اكيد ما راح يكون كبسه زر لانه ما في حلول جذريه بتبلش مفاعيلها الا بدها سنه وسنتين. ما بعرف ليه تركنا حالنا لهالوقت هيدا، ما بعرف شو عم بيصير. اللي بعرفه شغله وحده انه مش مسموح لبلد مثل لبنان يضموا عايشين اهله بالنفايات وبالروائح، هيدا شيء مش مقبول اطلاقا. فالله يعين اليوم هالاجتماع شو بده يصدر عنه، كلنا بالانتظار. منبلش بالمعلومه. حكينا عن الموازنة، حكينا عن ضرائب، أنا بدي أحكي اليوم عن لائحة القروض المدعومة للعام 2019. وحدة التمويل بمصرف لبنان أصدرت بيان أشارت فيه إلى أنه ببداية العام 2019 صدر عن مصرف لبنان تعميم الوسيط رقم 515 تاريخ 30/1/2019 سمح للمصارف أنه تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض يلي بتمنحها لعملاء أو على مسؤوليتها قبل تاريخ 31/12/2019 ووفقاً لشروط وآلية جديدة محددة بالتعميم، شملت سلة حوافز جديدة. أهم بنودها هي التالية: 790 مليار لبنانية خصص لتمويل القروض السكنية اللي تمنح بالليرة اللبنانية. وهون بدي أسأل أي قروض؟ قسم هالمبلغ إلى قسمين: 490 مليار ليرة لبنانية سبق أنه لمصرف لبنان المركزي سمح للمصارف أنه تخصصه لتمويل قروض سكنية لعملاء لشراء مسكن ولمرة واحدة فقط، ما بعرف شو بقي منه قدي استفاد منه. القسم الباقي من مبلغ 864 مليار ليرة لبنانية بالغ حوالي 374 مليار تم تخصيص القروض السكنية المنوي منحة خلال عام 2019 اللي هي كلنا عرفنا ما عملت كتير أشياء. إذن مجموع القروض السكنية موافق عليها كان من قبل مصرف لبنان للعام 2019 بلغت 380 مليار ليرة، في مبلغ 45 مليار لتمويل القروض التعليمية بالليرة اللبنانية، في مبلغ 33 مليار أو 38 مليار عفوا لتمويل القروض الصغيرة وبرنامج كفالة القروض الصغيرة، مبلغ 500 مليون دولار لتمويل كافة القروض الأخرى. ما بعرف إدي هذه القروض خدمت، إذا انصرفت نحن تقريبا رح تخلص السنة، ولهلأ بنعرف أن القروض واقفة خصوصا بالليرة اللبنانية قد ما بدكم بالدولار، بس بالليرة اللبنانية واقفة. القروض الثانية هلأ كفالات وغيره كلنا بنعرف أنه ما عم بيكون في كتير إقبال لأنه ما في مال. اتصالاتكم على 04-444-444 بياخد أول اتصال لليوم. ألو ألو بونجور بونجور مدام رابيكا. نعم تفضلي. معك مدام خالد. أي أهلا. أنا بحب كتير. ألو تفضلي. أنا عم ضوي على موضوع دورة الجمارك اللي من شهرين اتصلوا بولادنا وبالشباب خفير جمارك وسائقين، اتصلوا دورة مديرية الجمارك وقالوا للشباب انتوا ستاند باي بدكم تروحوا على هالدورة بعدكم منتظرين، انهم اوكي بعدنا. لقلك شغلة، اخر مرة حكيت مع مدير عام الجمارك استاذ بدري قال لي من ناحيتي انا يعني كمدير عام
مضي عليها. هلا ليه بعد ما استدعوهم ما بعرف، هلا علينا نرجع نسال. اوكي كجمارك مضي واتصلوا فيهم مزبوط، انا عرفت، ولكن ليه ما استدعوهم بعد؟ مدام ربيكا بس نعم. سؤال انه اتصلوا. نعم نعم عم بسمعك مدام، انت عم تسمعي حالك على التلفزيون رتور. نعم. انا عم بسمعك تفضلي. اوكي انه اتصلوا فيه قالوا له ستاند باي، وقال انه بعده المشروع تحت ايدين وزير رئيس الوزاره، لكن ناطرين هلا الحكومه لا تجتمع حتى نشوف اذا حيكون على جدول اعمالها هذا الموضوع. انت بتعرفي هلا الوضع السياسي ولا ما عم تجتمع الحكومه. اتصال اخر. الو 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 تفضل. ما عم تحكي ست ربكة، بدي حكي. عم تحكي، عم بحكي معك هلا. عم تحكيني؟ نعم. تكرم عينك يا قلبي. نعم. تكرم عينك انت. جل نعم. الديب مشان الكهرباء، مش عم تجي الكهرباء نهائيا. معك حق، اعملي معروف. ايه حولي لي لعند اذا بتريدي. انا معك ربكة يلي معك، عم بقول لك تفضل حولتك. ست ربكة. ايه. بونجور ست ربكة. بونجور. يعطيكي الف عافيه. اهلا فيك. لقال لك شغله، حدا امبارح اتصل فيي قال لي من وقت ما عملوا عدادات للموتورات. امبارح نعم. حدا اتصل فيي قال لي مدام ليه ما بتحكي من وقت ما عملوا عدادات للكهرباء عدنا نشوف كهرباء، صرنا نشوف تأنين كهرباء لبنان، ليه هالتأنين القوي؟ هلا انت اليوم عم بتقول لي نفس الشيء انه في كثير تأنين. هذا اللي بدنا اياه، ما في موتور ليل نهار، موتور ليل نهار، مش معقول يعني. عندك حق. بأي منطقة حضرتك؟ جل الديب شارع اسحية ابو جوده. اوكي، في قطع كهرباء وين ما كان يعني، هلا في مرحله فيها كثير تأنين. ميت حق ما عم بقول لا يعني، بس انه يعطونا اياها ساعه ساعتين ثلاثه بالقليله. عندك حق. لنغسل لهالمرضى اللي موجودين. معك حق يعني، للغربة وغير غربة يعني مش مسموح بقى نحكي يعني. إذا كان الدين 80 مليار في منهم 40 مليار كهرباء، بعضهم تركين الإدارة الكهربائية ذاتها، وبعد ما شفنا شيء من الوعود يلي مطروحة بموضوع الكهرباء للأسف. امبارح لهيونا بخزانات الفيول تبع الزوق، مرتا مطلوب شغلة وحدة هي يجيبوا لنا الكهرباء. هلا في كل شيء بالبلد من الوعود، إنما بالخدمات للحقيقة هي صفر، من بينهم الكهرباء. يعني نحن بدنا إذا أنت بتقولي لست ربيكا إنه تحكي بهالموضوع، مني معروف. أهلا وسهلا فيك، عم نحكي فيه، أهلا وسهلا فيك. باخذ اتصال آخر. ألو. 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 بونجور. بونجور. مدام ربيكا. نعم. بدي أسألك إذا عندك معلومات عن لوحات العمومية للتاكسيات الصغيرة إذا بدك. إيه، لكن امبارح أنا بحلقة امبارح من الحل عنا حكينا مع رئيس اتحاد النقل والعمال فياض مروان، وقال لي اليوم في عندهم اجتماع بالنقابة، هني رافضين الأرقام يلي نزلت، لأنه منزلين أرقام للعمومة وللميني باس بأربع ملايين ليرة منزلتها الدولة، مقصتها على أربع سنين. أول على أربع سنين، أول دفعة بتكون 10 ملايين ليرة، وهيديك 3 سنين مقصة المبلغ الثاني. ولكن ولكن بهيدي الأرقام ما في ضمان، يعني ما في ضمان، ومن هيك في احتجاج من الاتحاد على هذا الموضوع، لأنه صندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفض يكون في ضمان لهالنمر. وفي كتار اتصلوا أنه إذا ما في ضمان يعني كتار عم بيروحوا على النمرة مشان لا يشغلوها من جهة، ولا جهة تانية يستفيدوا من الضمان. هلأ في مشكلة بالموضوع. بس بدي اسالك قدام سعرين اللوحه يعني كلها؟ بعرف انه 40 مليون، لانه في يعني مقسطه على اربع سنين، اول دفعه 10 ملايين والدفع يعني ما تبقى 30 مليون مقسطه على اربع سنين. اوكي، بس ميرسي. اول دفعه 10 ملايين. ميرسي لك، تكرم عينك. باي. اهلا فيك. كمان اتصال. الو 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 مرحبا. اهلا مرحبا، عم بحكيكي من دبي، بدي اشترك بالبرنامج. ايه تفضل تفضل. اوكي بس عندي شقة بخصوص. شو عندك تقوله؟ تفضل. ألو. انت على الهوا تفضل. ايه ايوه مرحبا، اهلا فيك، تفضل انت على الهوا، عم بسمعك انا، تفضل. اوكي بس شو اسمه، رحت جدد باسبوري على اساس بياخذ وقت من 6 لـ 8 أسابيع. اوكي، ولهلا ما خلص الباسبور، يعني انا تخطيت تقريبا، فت بالشهر الثالث،
بتتصلي فيهم على القنصليه ما حدا برد عليك، بتروح لعنده بقولوا لك ما مش قادر اعمل لك شيء، يعني انه تعا بعدين تاخرت الحقيبه ومش حقيبه، وبعد لهلا اليوم ما طلع باسبوري، يعني غير سفارات او قنصليات بيخلص الوقت بسرعه، يعني تقريبا بياخذ 15 يوم ولهلا ما صار شيء معي. قد ايه لك مقدم على الباسبور؟ انا من 21/5. من 21/5؟ اوكي. اي نعم. بس قالوا لك ليه التاخير؟ نعم. قالوا لك ليش التاخير؟ قال في حقيبه تاخرت وما بنعرف ليه. يعني غير قنصليات عن جد يعني بياخذوا تقريبا 15 يوم وتكون الباسبور جاهز، يعني انا بس عم جدد باسبوري ما عم بطلب شيء ثاني. بتصلي فين على القنصليه ما حدا بيرد عليك. اوكي. اهلا وسهلا فيك، رح نبلغ نحن وزاره الخارجيه. اهلا وسهلا، يعني بدنا نقول لهم للبنانيين تعوا على لبنان وصيفوا بلبنان ومضوا الاجازه بلبنان، وخصوصا هلا بدبي بالدول العربيه هلا نسبه الحراره كثير مرتفعه، من هيك كانوا يختاروا لبنان العرب انهم يصطافوا فيه بهالفتره هيدي، فكيف اللبناني يلي هلا عنده اجازه بده ينزل مع عائلته او ليشوف عائلته ناطر تجديد باسبور له من شهر ايار؟ هيدا شيء مش مسموح. اولا هيدا قلة احترام للبنانيين الموجودين بالخارج. اثنين، هذا التأخير إذا كان في من حقيبة دبلوماسية ضايعة فين يرجعوا يبلغوا الناس، ما فين يتركوهم هيك لمعلقين ولا مطلقين. ثلاثة، ما بعتقد تجديد باسبور يعني شو ما كان ما بده كل هالوقت، يعني في إنا بالموضوع. على كل حال أكيد أنا أنه رح تتعالج بوزارة الخارجية، رحنا رح نبلغ. كمان اتصال. ألو ألو ألو، في عنا بريك. نتابع الحال عنا وباخذ اتصال جديد. ألو ألو ألو، أهلا تفضل. مرحبا. مرحبا. من فضلك بدي بلغ عن طريق ببشامون. نعم. منهارة من أول شهر شباط. كيف؟ وبعدها منهارة. هلأ هاي الطريق هي تفرع مباشر من ساحة بشامون. أوكي. وهي بتسائب تماما قبل مستودع الحلواني. ليك أنا من حوالي تقريبا جمعتين حكيت مع المسؤول عن الأشغال بالبلدية ببلدية الشويفات. نعم. وكان في طريق، يعني ما بعرف إذا هيدي هي اللي حكيته فيها، في رح تتزفت الطرقات، بس رح أرجع أحكي عن هذا الموضوع يعني من ساحة بشيمون، خليني أشوف إذا من ضمن الطرقات رح تتزفت، لأنه هن تأخروا فيهم لأنه عملوا كل البنى التحتية مثل ما عرفتوا هيك. خليني برجع بجاوبك على الأكيد. بما أنه عم نحكي عن الطرقات ما بعرف إذا عنا شي تليفون قبل ما أحكي بالموضوع عكفرة. ألو، في معنا حدا على الخط؟ يعطيك العافية مدام ريبيكا. تفضلي. أهلا حبيبتي، زيد فضلك. أنا اتصلت فيكي من فترة يمكن شي شهر. نعم. من شان قصة الصرف الصحي عنا بمنطقة بيسور. نعم. وما عاد جاوبتيني شيء وما عاد صار شيء. انا قلت لك انه نحن دافعين كل المستحقات علينا ومش مخليننا نوصل، مش من البلديه، شخص جارنا. بعتقد حكيت، يعني ما بقى اتذكر شو جاوبوني، لا بس بعتقد جاوبتك على الهوا بوقتها. هلا مش قدام لانه نحن بنسجل كل الاتصالات. نعم. بنسجل الاجوبه كمان، رح ارجع اشوف شو جاوبوني وبرجع بعطيك اياها بحلقه من الحلقه لنا. تكرم عينك، جاوبوني شيء بس انا قلته على هوا، يمكن انت ما كنتي على السمع. خليني ارجع اشوف شو جاوبوني وبجاوبك اكيد، برجع بعطيكي على الهوا. اهلا فيكي. في اتصال كمان. الو الو. ببقى كفرة ضيعت طبعا القديس شربل. الو تفضل تفضل. ايه بونجور مدام، يعطيك العافية. بونجور، اهلا، يعطيك العافية. شو عندك؟ من فضلك بدي احكيكي بموضوع اللي عندهم اعاقات جسدية ومعفيين من الرسوم الجمركية. نعم نعم.
ما بعرف عندك فكرة عن القانون، لأنه بالصدفة من كم يوم مثل عندي شخص عنده إعاقة جسدية، وهذا الشخص من 17 سنة فوت سيارة وأعفي من الرسوم الجمركية. نعم. وهذه السيارة بعدها معه لهلا. نعم. هلا بده يغيرها. سيغيرها حسب القانون، حسب ما قال لي هو، إنه هو بحق له بالسيارة وحدة. نعم. مسجلة بالنافع أو كانت أنقاض. تبيعها او تيوقفها عن السير لازم يدفع لها الجمهور تبعها، اللي هو الحد الادنى اللي حاطينه 5 مليون، والا ما بيحق له يجيب سياره ثانيه. نعم. السياره اهترت، يعني هو معاق الزلمه، والسياره مهريه يعني بتروحه. فينا نعرف بهذا الموضوع اذا بيحق له يشتري سياره ثانيه، ولا كيف ينقذها للسياره، ولا يبيعها بطريقه ما من دون سال شيء بالنافعه؟ مستر سال حدا بالنافعه؟ نعم حسب المعلومات اللي سألها استفسر عنها، قالوا له يا بدك تعمل لها انقاض، واذا عملت لها انقاض ما بحق لك كمان، هي سياره وحده بحق لك فيها انت، واذا بدك تبيعها بدك تدفع رسوم الجمركيه تبعها اللي هو الحد الادنى حوالي 5 مليون، مع العلم ان السياره ما بتسوى 780 دولار كلها سوا. ليك لك شغله، انا من عندي جواب ما في اعطيك، اذا حكيتوا مع النافع وقالوا لكم هذا الجواب يمكن بيكون هذا الجواب الصح. هلا بفهم، لانه من ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني اذا سياره معطله عن السير وما بقى لا بده يحطها انقاض ويدفع عليها، يعني بيعها افضل او شيء قد ما تجيب. انا هلا ما بقدر جاوبك، خليني ارجع احكي مع النافع بلكي بيلاقوا له حل ضمن القانون، اكيد بينصحونا وبنقدر نتواصل معك. اهلا وسهلا فيك. عم بحكي كنت عن طريق بقى كفرة، الناس اللي زارت القديس شرب البعيد، وطبعا زارت المغارة معروفة ببقى كفرة، ولكن لما نحكينا عن الطريق انه بدها تسفيت، اللي فهمته من رئيس البلدية ورئيس الاتحاد الأستاذ إلي مخلوف يلي أنا بحييه، طبعا مشكورين أهالي بقى كفرة، عم نشوف الطريق أنه ساهموا مع البلدية بتوسيع الطريق بدون مقابل، ولكن هالطريق يلي شايفينها دايما عم تتمسد عم تتزبط، ونعمل عليها كل البنى التحتية الموجودة، يعني ما بقى رح تنفتح مرة تانية، لأنه كل أشغال اللي عم بتصير بقضاء بشري عم تنعمل بشكل واحد، يعني مش نهار نرجع من فوق على المي منفتح، لا يعني قبل ما تتزفت نهائي عم تنمد كل البنى التحتية. فموعودين من هلأ للسبت، السبت المقبل، أنه يبلش تسفيت هالطريق هيدي، يعني خلصت كل أعمال البنى التحتية، وبالوقت ذاته صار وقت التسفيت، ان شاء الله نهار السبت ببلش تسفيت هالطريق هيدي. باخذ اتصال. الو صورة اليوم نشوفها سوا. بالقليعات البلدية عم تشطف الأرصفة طبعا بمية الري مش بمية الشرب، وهيدا دليل نظافة إضافي. شغلة مهمة وأنا أصريت أقول إنه مياه الري، لأنه اللي بعتوا لي الصورة قد ما انبسطوا، قدنا زمان ما شفنا ببلديتنا عم تشطف طرقات، شفنا شغلة كتير حضارية إنه من مياه الري عم يشطفوا الطرقات، بدنا الناس تحافظ على النظافة، وهي شغلة إيجابية إن شاء الله بتتعمم عند الجميع. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.